تبادل الخبرات وعرض فرص الاستثمار في مصر وأفريقيا. وأكدت الجلسات على أهمية التعاون في الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية لتنمية قارتنا أفريقيا، خاصة في مجالات المشروعات اللوجستية الإقليمية المشتركة وشبكات الربط والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة. كل ذلك يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل أفضل لقارتنا وبلادنا. بدأنا بالشباب في يوم ريادة الأعمال، حيث ناقشنا التحديات والفرص، وعرض الشباب مبادرات متميزة لمشروعات ناشئة. وأكد سيادة الرئيس على أن الشباب هم أغلى ما نملك من ثروة ومصدر طاقة لا ينضب، ولذلك فإن أولوياتنا هو دعم ريادة الأعمال، خاصة من يقدم حلولاً جديدة ومبتكرة لمواجهة تحديات القارة في شتى القطاعات والمجالات. وسعدنا بكل قصص النجاح التي سمعناها في اليوم الأول لهذا اللقاء وهذا المنتدى. هو ما يعيد بالتأكيد على مبادرة سيادته بإنشاء أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في أفريقيا. السيدات والسادة، لقد لمسنا اهتماماً من الجميع بدعم مبادرة التكامل الإقليمي بين دول القارة وتذليل كافة العقبات للوصول إلى ذلك. سريعاً في إيجاز أهم التوصيات: أولاً، زيادة التكامل الاقتصادي وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في بلادنا الأفريقية لرفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية. ثانياً، إقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجال البنية الأساسية لتدعيم الاستثمارات والتكامل الاقتصادي بين البلاد والتبادل التجاري بين بلاد قارتنا. ثالثاً، تعزيز دور القطاع الخاص الأفريقي بين وكذلك التعاون بين هيئات الاستثمار في كافة الدول من أجل زيادة معدلات الاستثمار داخل دول القارة وتبادل الخبرات. رابعاً، تنفيذ برامج محفزة لريادة الأعمال وتبني مبادرة لإتاحة التمويل لزيادة مشاركة الشباب كعماد للاقتصاد الأفريقي حالياً. تمكين المرأة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي كعنصر فعال في عملية التنمية في أفريقيا وكمحور أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلادنا. السيدات والسادة، وفي ختام أعمال هذا المؤتمر الناجح، فإن مصر تؤكد لكم جميعاً أن أفريقيا هي أرض الفرص ومستقبل الاستثمار للعالم. وكما قلت سابقاً في الافتتاح، فإنه بالفعل قارة الحياة. تحيا مصر، تحيا أفريقيا. Thank you.